سيداتي آنساتي سادتي أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، تحياتي لحضراتكم من قناتنا المفضلة، من قناة الأبطال وملاعب الأبطال ومباراة السوبر الأفريقي لكرة اليد، والتي تجمع بين النادي الأهلي بطل آخر كأس سوبر أفريقي لكرة اليد اللي حصل عليها بالدايجر من منافسه التقليدي والغريم اللدود نادي الزمالك، اللي بيقابله اليوم على نهائي السوبر الأفريقي. جانب من الحضور أهو اللي بيحضر اللقاء قدام حضراتكم في مقصورة النادي الأهلي، كابتن حسن حمدي ومستر منصور أريمو رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة اليد، وكابتن مدحت البلتاجي وكابتن خالد مرتجي وكابتن محمد الغزاوي أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي. الحقيقة لقاء لا ينقصه سخونة ولا ينقصه إثارة ولا يحتاج إلى مقدمات وجس نبض زي ما بنقول. انطلقت صافرة بداية أحداث اللقاء عن طريق طاقم التحكيم الجزائري سيدي علي حمدي ويوسف بالخير، طاقم تحكيم للقاء اليوم، رمية الإرسال وبداية اللقاء والسنترة مع نادي الزمالك اللي على شمال حضراتكم في الشاشة في مواجهة نسور الحمر نجوم النادي الأهلي اللي نتمنى أنه يقدموا لقاء قوي زي ما نجحوا في كسر حاجز النفسي اللي كان أمام نادي الزمالك. وفعلا مع أول هجمة دفاع قوي جدا من النادي الأهلي وتتقطع أول هجمة عن طريق أحمد خيري وتوصل الكرة إلى عبد الرحمن فيصل ومنه إلى محسن رمضان وإبراهيم المصري، وطالع إبراهيم المصري لسه ما لحقناش مشاهدينا الكرام نقول لحضراتكم تشكيلات الفرقتين ولا عناصر القوة هنا وهنا ولا أي كلام كنا محضرينه على اللقاء اللي بادئ سخن زي ما كنت بقول لحضراتكم، مفيش أي وادي أولى التصويبات بقى، لكن على شمال كاتونجا كريم هنداوي بيتصدى للكرة وتبقى رمية مرمى لصالح نادي الزمالك اللي بيلعب على طول محمد علاء لوكا في نص الملعب، على يمينه مصطفى بشير وعلى شماله حسن وليد قداح، وفي الجناح الشمال عمر الوكيل بكار، وفي الجناح اليمين أكرم يسري، وعلى الدايرة شادي رقم 77 اهو اللي بيلعب الرمية الحرة. مشاهدينا الكرام، النادي الأهلي في حراسة المرمى عبد الرحمن طه، في الوينج رايت الجناح اليمين عمر خالد كاستيلو، وادي حسن وليد بيحاول تاني ان هو يوصل الكرة للجناح الى بكار لكن بيقطعها على طول كاستيلو بذكاء لأحمد خيري اللي رايح وبيتوغل وبيلعب كرة على الدايرة للمصري، بيحاول يلف المصري بالدفاع لكن لوكا قافله خالص، وادي المصري بيستغل التغيير الدفاعي اللي بيعمله، واولى التصويبات واولى الاهداف عن طريق مين بقى؟ عن طريق نجم النادي الاهلي عبد الرحمن فيصل، يحرز اول اهداف اللقاء وتوصل الكره على طول لمصطفى بشير ويخش بشير ويصوب بين واحد واتنين كده، يخترق الدفاعات الاهلاويه ويحرز هدف التعادل عشان يعدل النتيجه الى 1-1. محسن رمضان لعبد الرحمن فيصل، تشكيل النادي الاهلي قلنا لحضراتكم بيلعب احمد خيري كصانع العاب في نص الملعب البلاي ميكر والعقل المفكر والمحرك لهجمات النادي الاهلي، على يمينه رقم 5 محسن رمضان، على شماله رقم 10 عبد الرحمن فيصل، وفي الجناح اليمين الوينج رايت عمر كاستيلو، وفي الوينج ليفت الجناح الشمال، وادي كوره اهي تاني من عبد الرحمن فيصل الى احمد عادل، لكن دفاع قوي من 24 خالد وليد اللي بيدافع في مركز 3 جنب حسن وليد قداح. يا ترى احمد خيري هيبقى له الغلبه، وادي تاني تحذير اهو والكوره جت في رجل حسن وليد، وخيري بيعمل خداع وتصويبه لكن تصدي من كريم هنداوي، تاني تصديات كريم هنداوي في هذا اللقاء. مشاهدينا الكرام، توصل الكوره لمين؟ نزل دلوقتي اللاعب رقم 23 الارجنتيني جيمس باركر اللي بيلعب في الحاله الدفاعيه مع نادي الزمالك، بيطلع لوكا وبينزل جيمس باركر، وفي حاله الهجوم بينزل لوكا تاني رقم 20 اهو اللي معاه الكوره مشاهدينا الكرام، وبيطلع جيمس باركر.
تاني النادي الاهلي. لسه لحد دلوقتي ما شفناش نجم النادي الاهلي قداح بقى واولى تصويباته بنجاح يحرز بيها تاني اهداف نادي الزمالك. واحنا بنلعب في الدقيقه 5 مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، 2 الزمالك 1 الاهلي، ورميه حره وصفاره من سيدي علي حمدي. عفوا مشاهدينا الكرام، الحكم الجزائري، ورميه 9 امتار لصالح النادي الاهلي. على مهله النادي الاهلي. كنت بقول لحضراتكم ان لسه ما شفناش بقى التدعيمات، وادي في اعاقه كده لاحمد عادل على الدايره وشد وجذب، وداخل رمضانة بيحاول انه يتوغل في عمق دفاعات نادي الزمالك، لكن دفاع قوي من مصطفى بشير بيشو رقم 7. وادي سيسا الجناح الشمال بيحاول يقطع، لكن كان في اعاقه ودفعه، وبيطلب منه يوسف بالخير الحكم الجزائري انه يلعب الرميه الحره. تصويبه تاني برضو بره الثلاث خشبات عن طريق عبد الرحمن فيصل، المره دي يلمها كريم هنداوي. وادي على طول لسه الاوراق الرابحه اللي هنشوفها بقى، وهيبقى ليها دور كبير في هذا اللقاء في المعسكر الابيض. قلنا جات الكاميرا عليهم دلوقتي، شفنا طبعا الكابتن وقائد الفريق الجولدن بوي احمد الاحمر لسه في المعسكر الاحمر وفي بنك الاحتياط للنادي الاهلي. طبعا في الماجيكو اسلام حسن، وايضا قاذفه الاهداف الجو جو والجو ارض علي زين صاحب التدعيمات، وادي عبد الرحمن طه واول تصدياته من الجناح بنجاح، بيتصدى وبيمنع كوره من انفراد تام من على الاربعه متر او الخمسه متر كده نتيجه الاختراق، وقع على الارض. بيطلب ان يبقى فيها عقوبه لان الكوره اصطدمت بوجهه، فطاقم التحكيم على طول بيقول له لا، ان الكوره اصطدمت بكتفك الاول وبعد كده اصطدمت بالوجه، فما تعتبرش فيها عقوبه طبقا للقانون الدولي وتعديلات القانون، ان هي طبعا حضراتكم مشاهدينا الاعزاء عارفين. وادي كره تقع من عبد الرحمن فيصل يلمها، لكن فيها صفاره وتبقى فاول دبل دريبل على عبد الرحمن فيصل، توصل لحسن وليد ورايح حسن وليد وبيصوب، لكن حائط صد هايل من عبد الرحمن فيصل بلوك، ومعاها صفاره من طاقم التحكيم الجزائري عشان كان فيها خطوه زياده على حسن وليد، وتبقى المشي بالكره 4 خطوات على قداح، تدي الافضليه للنادي الاهلي في افساد الهجمه الزملكاويه. تاني كاستيلو قطع في الجناح، تمرير كوره، قلت لحضراتكم ان احنا لسه ما شفناش التدعيمات، وكوره على الدايره من خيري لكاستيلو اللي قطع، وادي اهي برضو الكاميرا على طول بتيجي على بنك الاحتياط للنادي الاهلي على اسلام حسن كابتن النادي الاهلي وقائد الفريق، وعلي زين وباقي نجوم النادي الاهلي، اللي اكيد كابتن ديفيد ديفيز هيبقى له استعمال للاوراق الرابحه والكروت الرابحه. وقلنا ان كان فيها تدعيمات للنادي الاهلي، حسن وليد تاني لبشير، تصويبه بن بشير من الثبات يحرز بيها ثالث الاهداف عشان يحافظ الزمالك على تقدمه 3-2 النادي الاهلي. عبد الرحمن فيصل لمحسن رمضان، تقاطع لكن فيصل التصويب، وادي المصري حاول يعمل متابعه هايله على تصدي كاتونجا كريم هنداوي، لكن كان فيها جذب من التيشيرت لا المصري، ويحصل على رميه جزائيه، رميه 7 امتار، كاستيلو وهنداوي، كاستيلو والتصويب، كاستيلو والتهديف والتعادل والتعديل، 3 الاهلي 3 الزمالك، الدقيقه 9 مشاهدينا الكرام. وادي تحيه ديفيد ديفيدز المدير الفني للنادي الاهلي، وقلت لحضراتكم ان النادي الاهلي
عمل تدعيم لصفوفه بصفقتين على سبيل الإعارة. الصفقة الأولى هي حارس المرمى أحمد وليد اللي لسه لم يشارك دلوقتي، عبد الرحمن طه اللي متفوق حتى الآن وناجح للتصديات، بشير تاني وعمل كرة بذكاء جدا، خير يحصل على فاول عكسي على مصطفى بشير وتترد كرة هجمة أهلوية سريعة، وآدي كارت أصفر وفي خالد وليد رقم 24 بيكلم طاقم التحكيم بيقول له لأ إن هو ما كانش فيها، وعلى طول طاقم التحكيم بيدي له تحذير ويقول له مش عايز نقاش في قراراتنا لو سمحت من أول اللقاء. ثلاثة الأهلي، ثلاثة الزمالك، المباراة زي ما قلت لحضراتكم مشاهدينا الكرام في غاية السخونة، لا تحتاج سخونة، لا تحتاج إثارة، لأن الفائز وآدي رمضانة والاختراق الجميل ويستغل الحجز الهايل اللي عمله له أحمد عادل على الدايرة، فصل له وحجز له الدفاعات واستغل محسن رمضان التقاطع اللي عمله مع فيصل ودخل من قدام الحجز ويتقدم النادي الأهلي في الدقيقة العاشرة مشاهدينا الكرام. 4 الأهلي، 3 الزمالك، يلا يا أبطال عايزين نكمل على كده. النادي الأهلي نجح وقلت لحضراتكم إن هو يتغلب على الحاجز النفسي اللي كان متواجد نتيجة إن الزمالك في المواسم الماضية كان ليه الغلبة، وكان في هذه الهجمة كان فيها اختراق ومحاولة دفاع من أحمد هشام سيسة اللي حصل على كارت أصفر، وآدي رمية جزائية أكرم يسري، عبد الرحمن طه، وعبد الرحمن طه بكل شجاعة وكل جراءة بيتصدى للرمية الجزائية، أول رمية جزائية في اللقاء لصالح نادي الزمالك يتصدى لها عبد الرحمن طه اللي الحقيقة بيطمننا ويطمن كل جمهور ومتابعين وعشاق النادي الأهلي اللي كان عندهم، وأيضا الاستوديو التحليلي اللي تابعناه مع حضراتكم عن طريق الكابتن هيثم السعيد ونجومنا وكباتننا الكبار الكابتن فوزي فضالي والكابتن إبراهيم السيد وأيضا الكابتن ياسر صلاح والكابتن محمد عبد الله اللي كان ليهم تعليق على غيابات المؤثرة في النادي الأهلي، وكان من أساسها وأفضل يعني أكتر عنصر مؤثر هو غياب عبد الرحمن حميد اللي نتمنى له الشفاء نتيجة إصابته بالرباط الصليبي وإن شاء الله يرجع بالسلامة إلى فريقه، لكن عبد الرحمن طه بيأكد ويمنع الأهداف. فيصل لعبد محسن رمضان لفيصل ودفاع تاني وصفارة وفاول ورمية حرة. حسن وليد صوب تاني تصويباته أحرص منها الهدف الرابع وهدف التعديل والتعادل لصالح نادي الزمالك عشان يحافظ على حظوظه وآمال فريقه في اللقاء. طبعا عارفين حضراتكم وقلنا وبنقول تاني ان لقاء السوبر ادي اسلام حسن الماجيكو بقى اللي نزل ومحسن تاني رمضانة والاختراق المضمون والتصويب الاكيد في نفس الزاوية على شمال كريم هنداوي عكس حركة كريم هنداوي وعكس حركته في تقطعه من الباك رايت من الظهير الايمن بيروح ناحية الظهير على نص الملعب كده ناحية الظهير الايسر والباك ليفت اهو زي ما حضراتكم شايفين ويحط الكرة على شمال هنداوي الهدف الخامس عشان يحافظ على تقدم النادي الاهلي 5-4 الزمالك. مصطفى بشير ونزل تاني الارجنتيني جيمس باركر كصانع لعب، حسن وليد تاني هيحاول يخترق ويتوغل الى شادي وشادي والتصويب بالرغم ان كان المصري معاه لكن شادي استلم وصوب واحرز الهدف الخامس، وادي اهو الزين علي زين الماتادور نجم دينامو بوخارست الروماني ولاعب النادي الاهلي السابق وابن من ابناء النادي الاهلي واحدى اهم
تدعيمات النادي الاهلي. وادي احمد عادل استلم الكوره ولف وحاول يصوب، لكن كان فيها صفاره ودفاع قوي من خالد وليد. ادي محسن رمضان نزل الكره على الدايره لاحمد عادل، لكن مصطفى بشير وخالد وليد قافلين تماما اهي، ومعاه حسن قداح اللي بيدافعوا الاثنين في مركز ثلاثه، خالد وليد وحسن وليد. اسلام حسن وعلي زين، داخل علي بقى ويحاول ان هو يخترق ويتوغل، ومعاه باركر وصفاره وفاول ورميه حره من على التسعه متر. اسلام حسن، وهذه اشاره اللعب السلبي، علي زين، اسلام حسن، ويصوب اسلام، اولى تصويبات اسلام، وتصدي من كاتونجا كريم هنداوي. باركر قداح اللي جه كصانع لعب، ومقابله من ابراهيم المصري قويه يمنع حسن وليد من التصويب تماما. وادي اهو الاثنين اللي هيدافعوا بقى في مركز ثلاثه في عمق دفاعات النادي الاهلي، علي زين وابراهيم المصري، الاثنين بيدافعوا الثلاثات، وبيلعب اسلام حسن في مركز واحد في الدفاع في الجناح، وسيسا احمد هشام عشان يقابل مصطفى بشير اللي راح في نص الملعب كصانع العاب ويغير تغيير في المراكز والتقاطعات. يقطع بكار على الدايره، وكاستيلو طالع يلعب مان تو مان على حسن وليد او شبه مان، دفاع متقدم. وادي باركر يصوب ويتصدى حائط الصد البلوك، وتوصل الكره لطه. علي زين هيخترق علي لاسلام لاحمد عادل، ويصد كاتونجا وصفاره ورميه جزائيه، رميه 7 امتار لصالح النادي الاهلي، بيتحصل عليها احمد عادل نتيجه الاعاقه اثناء ما كان اهي الاعاده. شايفين شادي بذكاء حط ايده ورا ظهره، لكن رجله كانت جايبه رجل احمد عادل وعملت له اعاقه ومنعته ان هو يصوب في وضع اريحيه وبدون دفاع. تاني رميه جزائيه كاستيلو، وتاني هدف لكاستيلو من الرميات الجزائيه، وتقدم النادي الاهلي 6-5 الزمالك. انتصف الشوط الاول مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، ما زال التقدم لصالح النادي الاهلي بفارق هدف. ونزل دلوقتي احمد الاحمر في الجناح اليمين الوينج رايت باركر، وهيحاول وعبد الرحمن طه، لكن الكوره خدت ايده ودخلت. هدف التعادل والتعديل 6-6. ونزل برضو مهاب سعيد دلوقتي في الباك اليمين باك رايت للنادي الاهلي رقم 48 اللي قدام حضراتكم، مهاب وكاستيلو في الجناح، اسلام حسن في كصانع لعب، بلاي ميكر علي زين في الباك، تقاطعات وتغيير في المراكز، وقطع كاستيلو واسلام يوصل الكوره الى سيسا في الجناح، يحرز منها سيسا. وادو ماتيو جيرالدا اهو بيقول الدفاعات الزملكاويه يعني لازم يبقى فيه ذكاء كده وتفطن للكوره، ان هو ما انضمش قوي، احنا عارفين ان هو مش هيخش وهيدخل الجناح، لكن طبعا سيسا بنجاح يحرز الهدف السابع. حقيقه برضو بنشكر، وادي تاني توصل الكره البكار عمر الوكيل في الجناح الشمال مصطفى بشير، وتوقع الكره وفيها فاول عكسي على شادي نتيجه الحجز، وياخدها النادي الاهلي. هل هينجح الاهلي انه يعمل التقدم والفارق يزوده الى هدفين؟ وانا شايف دلوقتي نزل برضو احدى تدعيمات نادي الزمالك محمد مجدي رقم 62 اهو، اللي كان بيدافع على اسلام حسن في مركز ثلاثه الدفاعي، اللي هيبقى هو المدافع، لاعب اللي استعاره نادي الزمالك من وكوره على الدايره جميله من علي زين، اسيست ولا اروع،
لصاحب الاسيستات اساسا اسلام حسن يحرز بيها الهدف الثامن عشان يزيد لكن لم يحتسب الهدف فعلا شكرا للزملاء في ارض الملعب والاستاد على والاعداد على الملاحظه ان لم يتم احتساب الهدف ده ان كان في لمس من رجل اسلام حسن على الستة متر فلم يحتسب الهدف. تاني كوره نزل دلوقتي رقم 10 حماصه احمد ابو الفتوح ابتدى كل مدير فني ماتيو جيرالدا يلعب باوراقه اللي دعم بيها فريقه وادي اشاره اللعب السلبي جيمس باركر الاختراق عبد الرحمن طه والتصدي لكن لسوء حظه الكوره بالرغم ان هو تصدى لها الا ان هي عانقت شباك النادي الاهلي علي زين والتصويب كريم هنداوي والتصدي بعد تقاطع جميل من علي وتصويبه قويه وادي تاني اهو حماصه بيحاول ويلمها عبد الرحمن طه يتصدى لها ويلمها علي زين مهاب حاول يعمل الفاست بريك والهجمه المرتده لسيسا لكن قطعها منه محمد مجدي رقم 62 اهو اللي قدام حضراتكم اللي بيلعب كصانع العاب لاعب النادي سموحه اللي استعاره نادي الزمالك وادي جمهور النادي الاهلي باين كمان يعني في طرف الشاشه كده محمد مجدي هيحاول لباركر هيحاول يخترق لحماصه وادي صفاره على طول وفيها فاول عكسي على المهاجم وتروح الكوره لسيسا واخترق سيسا وصوب وهيبقى فيها اعاقه رميه جزائيه وايقاف دقيقتين على مين؟ على الاحمر ولا على حماصه بذكاء سيسا بالرغم ان كريم هنداوي كان بره المرمى لكن خد الكوره واخترق ودخل وادي كان فيها اعاقه من احمد الاحمر وايقاف لمده دقيقتين ورميه جزائيه لصالح النادي الاهلي هيلعب السبيشاليست للرميات الجزائيه جمهور النادي الاهلي العظيم اللي بيؤازر فريقه وبيقدم له كل الدعم في كل الالعاب كاستيلو في مواجهه مين دلوقتي في مواجهه حارس المرمى هشام باسم السبكي لان طبعا يعني احنا عارفين ان بيغيب عن اللقاء محمود خليل فلفل تاني باركر مجدي بيحاول لسه يتحسس كده لكن مهاب قافل عليه خالص مهاب باركر بيحاول ويصوب يحاول ينزل كرة على الدايرة إلى شادي لكن إبراهيم المصري بكل ذكاء ويحصل على كارت اصفر ابراهيم المصري لكن هو يعني في اعتراض او يعني تعجب من ديفيد ديفيز انه مش هو الراجل ما وداش رجله للكره ده اللاعب المهاجم لنادي الزمالك هو اللي رمى الكره ونشنها في رجل المصري واللي ناجح حتى الان المصري ان هو يقفل منطقه التلاتات وعلى طول بيطلب ماتيو جيرالدا المدير الفني الاسباني لنادي الزمالك على التايم اوت وقت مستقطع عشان يدي توجيهات وتعليماته لفريقه وبرضه في المعسكر الاحمر ديفيد ديفيز ومعاه كابتن محمد ابراهيم اهو قدام حضراتكم هنشوف التوجيهات اللي بيديها مستر ديفيد ديفيز الاسباني ايضا وادي حديث ما بين ابراهيم المصري وما بين ديفيد ديفيز اكيد في الجهه في الناحيه الدفاعيه بيتاكد منه ابراهيم على حاجه فقال له لا خليك انت زي ما هي وكمل بنفس الاداء الرجولي والبطولي اللي احنا متعودينه منك ذا روك الصخره
او الهضبه، قولوا زي ما انتوا عايزين تقولوا على ابراهيم المصري، السد المنيع وحائط الصد العالي في دفاعات النادي الاهلي. واولى تصويبات محمد مجدي بقى بره الثلاث خشبات، وكان عبد الرحمن طه الحقيقه اللي امتعنا وقافل مرماه تماما، كان رايح مع الكوره لكن تصويبه محمد مجدي بره الثلاث خشبات. خيري، تقاطع ما بين خيري وعلي زين وعلى الدايره لاحمد احمد وليد، وينجح احمد وليد في احراز الهدف التاسع عشان يزيد فارق الاهداف الى هدفين. تسعة الاهلي، ادي اهو علي زين وعمل خداع انه هيمرر ويعمل تقاطع مع مهاب، لكن خدع الدفاعات الزملكاويه ومرر تمريره حريريه الى احمد عادل يحرز منها عادل الهدف التاسع عشان يزيد الفارق ويحافظ على تقدم النادي الاهلي. تسعة الاهلي، سبعة الزمالك. نزل مودي دلوقتي ورجع قداح تاني، ونزل حماصه في الباك رايت، وادي اكرم يسري مودي لحسن وليد اللي هيصوب، وبره الثلاث خشبات تاني، وعبد الرحمن طه بسرعه الى خيري لمهاب لكاستيلو، وكاستيلو شايفين الكوره ضم، دخل مهاب ضم عليه الدفاع الدفاعين، كاستيلو وسع لنفسه وصوب في الزاويه 90 على يمين كريم هنداوي الهدف العاشر عشان يزيد من الفارق الى 10 اهداف، وبيرد قداح بتصويبه قويه جو يحرز بيها الهدف الثامن. علي زين لمهاب لعلي زين، لكن تمريره تقع ويلمها علي زين لخيري، نزل تاني طلع المصري ونزل احمد عادل، كاستيلو وتقاطع وخروج وتغيير في المراكز كده، وتمرير كره وينزل تاني كاستيلو على الدايره على لعلي زين من خيري، وكان فيها دفعه من خالد وليد وصفاره ورميه حره، فاول لصالح النادي الاهلي من على خط 9 متر من نص الملعب تقريبا. لعب احمد عادل لخيري، تغيير مراكز وتقاطعات ما بين خيري وعلي زين، توصل لسيسا، سيسا بيحرز الهدف بطريقه سهله وبسيطه ولذيذه. شايفين حضراتكم دخل لعب بايده، نزل ايد كريم هنداوي، عمل سبين ذا ريست ولف الكوره، احرز بيها كوره جميله من العاب المهاريه والفنيه بلمحه جميله، يحرز الهدف ال11. 11 الاهلي، 8 الزمالك. حسن وليد بيحاول ينزل كره على الدايره لشادي، لكن سيسا اهو رقم 79 احمد هشام بكل رجوله يمنع شادي من الاستلام، ويتحصل شادي لاعب الدايره لنادي الزمالك على فاول ورميه حره. بنلعب في اخر الدقيقة 25 مشاهدينا الكرام، خلاص أول الدقيقة 26، يعني متبقي 5 دقائق على أحداث الشوط الأول ونهايته، والغلبة حتى الآن لصالح النادي الأهلي. بشير، وفعلا فيها خطوة زيادة من بشير وصفارة، 4 خطوات وفاول على المهاجم. وتبقى الهجمة لصالح النادي الأهلي. خيري وعلي زين على يمينه مهاب سعيد، وعلى الدايرة أحمد عادل. حتى الآن خط الخلفي للنادي الأهلي، وآدي علي زين بيصوب تاني لكن يتصدى لها كاتونجا، ونزل أحمد الأحمر لحسن وليد لباركر اللي حاول جيمس ان هو يخترق، لكن كان في دفاع وبيحاول دفاعات النادي الاهلي ان هي تحصل على فاول عكسي على المهاجم، لكن طلع الكوره قبل ما يخبط في المصري، وتحصل اكرم على
صفاره وفاول ورميه حره لصالح نادي الزمالك. باركر اهو في نص الملعب على شماله قداح وعلى يمينه احمد الاحمر اللي لسه ما شفناش بالاحمر اي لمحات، وادي حسن وليد وعبد الرحمن طه وتصدي وكوره جميله فاست بريك بيتلعب بعد تصدي عبد الرحمن طه لعلي زين ومن علي زين الى كاستيلو، تصدى طلعت الكوره الفاست بريك راح كاستيلو وحط الكوره بكل اريحيه على شمال كريم هنداوي في الزاويه العليا يحرز بيها الهدف ال 12 عشان يزيد من الفارق الى 4 اهداف، 12 الاهلي 8 الزمالك، وبنلعب متبقي 3 دقائق. وادي حسن وليد والتصويبه والتصدي بالمره دي من القائم وياخدها احمد خيري للمصري اللي بيقف على كورته ويهدي ملعبه تماما وهيعمل التغييرات علي زين، لكن دفاع قوي من حسن وليد قداح قافل تماما على علي زين ويحصل علي على صفاره وفاول ورميه حره. نزل مصطفى خليل وطلع علي زين، خيري لخليل لمهاب، مهاب فتح الكتاب واحرز الهدف ال 13، فارق 5 اهداف واصرار وتشجيع وتحيه اهو شايفين ارتقاء عالي وعكس حركه كريم هنداوي اللي راح على الشمال واحرز مهاب الكوره على يمينه في الارض الهدف ال 13، فارق 5 اهداف. مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، باركر حاول يعمل خداع ويمرر لحسن وليد لكن الكوره تيجي ورا خلفيه تاني هي عملها هي كوبي بيست احمد الاحمر عفوا حاول يمرر كوره على الدايره توصل من خيري الى سيسا الهدف ال 14 لصالح النادي الاهلي من خيري لسيسا، لم كورته حط دربلته عمل ارتقاءه عالي بص المرمى وشاف كريم وقال له عايز الكوره فين على اليمين ارضيه معاها الهدف ال 14، 14 الاهلي 8 الزمالك. زاد سيسا من الام واوجاع نادي الزمالك صفاره ورميه حره من سيدي علي حمدي ويوسف بالخير طاقم التحكيم الجزائري للقاء اليوم، صفاره وفاول وباركر واستلم اسيست احمد الاحمر على طول وارتقاء على خطوه واحده يحرز بيها الهدف التاسع. خير على مهل خلاص متبقي حوالي 35 ثانية مشاهدينا مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان على نهاية زمن وأحداث الشوط الأول. الأداء والقوة والرجولة، وآدي محسن رمضان وكان فيها خطوة زيادة وما طلعتش الكورة، وسيسا بذكاء وبارتداد سريع وبروح، هي دي روح الفانيلا الحمراء فعلا، وهي دي. وادي تطلب الكره تتلعب من مكانها، تصويبه من بيشو وتصدي من عبد الرحمن طه ومعاها صافره نهايه احداث الشوط الاول. مشاهدينا الكرام، بتقدم النادي الاهلي على نادي الزمالك 14 الاهلي 8 الزمالك، فارق 6 اهداف. شكرا لحضراتكم على متابعتكم معنا مشاهدينا الكرام، استراحة قصيرة 14-9 لصالح نادي الأهلي، فارق 5 أهداف ومعها صافرة نهاية الشوط الأول. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير وينتقل الميكروفون إلى الزملاء بالاستوديو الكابتن هيثم السعيد والكابتن ابراهيم السيد والكابتن فوزي فضالي والكابتن ياسر صلاح والكابتن محمد عبد الله، فإليه الميكروفون مشاهدينا الكرام.
سيداتي أنسات سادتي أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، مرة أخرى مع حضراتكم لنقل أحداث وقائع الشوط الثاني من نهائي كأس السوبر الأفريقي لكرة اليد في البطولة رقم 30. على طول المباراة ماشية سريعة زي ما قلت لحضراتكم في بداية اللقاء، أيضا رمية الإرسال والسنترة كانت مع النادي الأهلي اللي عمل على طول هجمة سريعة وتقاطعات في الخط الخلفي وتغيير في المراكز، إسلام حسن على شماله، فيصل على يمينه، رمضان اللي معاه الكرة رقم 5 وأحمد عادل على الدايرة، إسلام ومحاولة للاختراق وعلى الدايرة لأحمد عادل اللي لم كورته وصوب، تصدى كريم هنداوي توصل لحسن وليد، لبشير يصوب، بشير يصد عبد الرحمن لكن معاها الهدف العاشر. 14 الأهلي، 10 الزمالك، وعلى طول عبد الرحمن فيصل بيرد برضه تاني هجمة سريعة، رمية إرسال سريعة اتلعبت وأحرز الهدف ال15، وآدي أهو باين الاستعجال على نادي الزمالك، وآدي تصويبة فيصل والاختراق والتصويبة والرجولة والروح والإصرار على الحفاظ على فارق ال5 أهداف اللي انتهى بيها الشوط الأول. مشاهدينا الكرام، بشير توصل الكرة من باركر إلى الداح، حاول إن هو يرتقي لكن دفاع قوي من المصري وصفارة وفاول ورمية حرة. بشير لأداح هو اللي بيحاول يغلط الدفاعات لكن على طول غير بقى ديفيد ديفيز المدير الفني للنادي الأهلي وبقى يخرج له عمر كاستيلو، وادي اسلام حسن بيعمل كوره سريعه ويتوغل في الدفاعات الزملكاويه ويعمل تمريره كده باك هاند وهو بيقع اهي شايفين حضراتكم بظهره، بيوصل الكوره الى مين؟ الى اللاعب رقم 11 زيزو عبد العزيز ايهاب اللي نزل في الجناح الشمال الوينج ليفت، يحرز منها الهدف ال16 عشان يحافظ على تقدم النادي الاهلي وتفوقه وريادته وسيادته في المباراة حتى الدقيقة 3 من زمن وأحداث الشوط الثاني. مشاهدينا الكرام، 16 الأهلي 11 الزمالك اللي لسه مش قادر نادي الزمالك إن هو يتغلب على التصديات. الكابتن عمري فاروق او السيد الوزير السابق عمري فاروق نائب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، والكابتن محمد الغزاوي رئيس اللجنه المنظمه، وكره على الدايره توصل لشادي لكن عبد الرحمن طه طلع حاول يتصدى لها لكن شادي يحط الكوره في الشباك الاهلاويه الهدف ال12. هيطلع المصري دلوقتي يغير وينزل احمد عادل، التغيير اللي احنا معتادين عليه في النادي الأهلي، خروج المصري الدفاعي الصخرة الروك ونزول أحمد عادل صاحب المهارات، وآدي كورة لفيصل لرمضان لإسلام ويخترق إسلام ويحرز إسلام ويصوب إسلام، الماجيكو للنادي الأهلي الكابيتانو أهو استلم تمرير محسن رمضان، عمل خداع وتوغل ودخل بين 1 و2 ونجح ان هو يتغلب على بيشو مدافع نادي الزمالك، وادي علي زين وتوجيهات كده من بره من على بنك الاحتياط ودكه البدلاء الى محسن رمضان في الناحيه الهجوميه، باركر لحسن وليد، الداح لباركر لبشير، طلعت الكرة تاني من بشير لحسن وليد وشادي على الدايرة هيحاول تمرير الكرة لكن تيجي الكرة في قدم عبد الرحمن فيصل بيلمها منه شادي وعايز يلعب الكرة بسرعة، طبعا عايز يستغل عشان الوقت ما يمرش، ونزل حماصة دلوقتي في الظهير الأيمن الباك رايت لنادي الزمالك حسن وليد والمصري بيقابله، باركر هيصوب حائط بلوك صد من محسن رمضان وكوره فاست بريك من طه لكاستيلو، كاستيلو 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 عمر خالد
يحرز الهدف ال18 تاني الحماسة. وعبد الرحمن فيصل ودفاع قوي ليه عبد الرحمن فيصل، وفي ايقاف لمدة دقيقتين على عبد الرحمن فيصل اهو، بيقول له ان كان في دفعة. هو ما كانش في دفعة لعبد الرحمن فيصل، عبد الرحمن فيصل عمل مقابلة على اليد المستحوذة على الكورة اللي هي عملت له الإعاقة، لكن قرار طاقم التحكيم سيدي علي حمدي ويوسف بالخير الجزائريين بيحتسبوا إيقاف لمدة دقيقتين على عبد الرحمن فيصل وفاول ورمية حرة لصالح نادي الزمالك. يمكن احنا اللقاء ماشي حماسي زي ما قلت لحضراتكم، كورة اهي توصل في الجناح لأكرم يسري، لكن على مهله خالص. ناجح النادي الاهلي بدفاعاته الخمسه، وادي كاستيلو، كاستيلو زي ما قلت لحضراتكم، كاستيلو بيقطع كوره برغم النقص العددي في صفوف الدفاعات الاهلاويه ويحرز الهدف ال19 عشان قلت لحضراتكم يحافظ على تقدم. وادي تاني كان بيحاول عمر سامي يقطع الكرة وتنزل على الدايرة الشادي، وعبد الرحمن طه وإجادة ما بعدها إجادة، زيزو عبد العزيز إيهاب خد الكرة الفاست بريك اللي راحت، وآدي تاني بذكاء زيزو بيعوض الكرة اللي تصدى لها كريم هنداوي وأهدرها زيزو الفاست بريك، لكن بذكاء جدا أهي عمل دفاع امام حماصه ويحصل منه على فاول عكسي على هجوم الزملكاوي، وتكون الكوره صفاره ورميه حره لصالح النادي الاهلي، وعشان يحافظ على فارق السبع اهداف ويمنع الهجوم الزملكاوي برغم الزياده العدديه اللي في صفوفه. لكن اسلام حسن عمل الكوره على طول وتوصل من اسلام حسن الى خليل ومنه الى احمد عادل على الدايره اللي حاول يصوب، لكن الدفاعات الزملكاويه والصفاره الجزائريه والرميه الحره الاهلاويه. تاني اسلام لخليل يصوب، خليل يتصدى كاتونجا يلم جيمس باركر لحسن وليد، الداح لحماصه على الدايره لخالد وليد يصوب خالد وليد في سقف الشبكة الأهلوية ويحرز الهدف ال13 لصالح نادي الزمالك. 19 الأهلي 13 الزمالك، بنلعب في الدقيقة 8 مشاهدينا مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. يمكن الحاجة اللي أشار إليها الزملاء في الاستوديو التحليلي لهذا اللقاء وهي روح الفانيلا الحمراء اللي عادت الى نجوم ولاعبين وابناء النادي الاهلي في هذا اللقاء اللي بيؤدوا بيها سواء كان دفاعيا او هجوميا. تاني حماص لحسن وليد، هيحاول حسن وليد لكن دفاع من حديد من رمضانة، وتاني اهو انتهى الايقاف الدقيقتين، حاول محسن رمضان انه يحصل على فاول عكسي على المهاجم لكن كان معاها صفاره ورميه حره. اتلعبت الرميه الحره، جيمس باركر صانع العاب نادي الزمالك دلوقتي في نص الملعب، على يمينه حماصه وعلى شماله حسن وليد، وتقاطعات في الخط الخلفي لنادي الزمالك ما بين السنتر هاف باركر وحسن وليد عشان يديله امكانيه للتصويب. اهو هيصوب وفعلا يصوب، ما لحقش المصري ان هو يطلع يقابله عشان يمنعه من التصويب. اسلام حسن اتلعبت رميه الارسال على طول الى اسلام حسن وحاول يخترق لكن كان في ارتداد دفاعي ووقف له حسن وليد ومنعه ان هو يصوب ويخترق ويوصل للشباك الزملكاويه ويمنع الهدف الاهلاوي. اتلعبت الرميه الحره سريعه وطالع عبد العزيز ايهاب زيزو، محسن رمضان، اسلام حسن لمحسن ويصوب مين دلوقتي؟ فيصل، لكن لسوء حظه تيجي في العارضه ويمنع هدف اهلاوي جديد في الشباك الزملكاويه. تاني حسن وليد على مهله
باركر ونزل شادي هو على الدايره رقم 77 حماصه في الباك رايت. يمكن مشاهدينا الكرام زي ما قلنا لحضراتكم ان ده نهائي السوبر رقم 30 يمكن اتلعب منهم. وادي محسن رمضان بذكاء جدا بيعمل ارتقاء، وادي اهو زي ما قلنا لحضراتكم زي ما نوهت لحضراتكم من كذا دقيقه كده كان في توجيه من علي زين بره الملعب من على بنك الاحتياطي ودكه البدلاء لمحسن رمضان، قال له اعمل الفنت بتاعك روح يمين هتفتح معاك مساحه الدخول والاختراق بين واحد واثنين، وفعلا نجح ان هو يبعت عمر الوكيل ويفتح المساحه ويحصل على الرميه الجزائيه. كاستيلو في مواجهه هنداوي ويحرز كاستيلو الهدف ال20 مشاهدينا الكرام، 20 الاهلي 14 الزمالك، اللي الغلبه والسيطره والاداء لصالح النادي الاهلي، واحنا بنلعب في الدقيقه 11 ومعاها على طول ماتيو جيرالدا المدير الفني الاسباني بيطلب الوقت المستقطع الثاني ليه في هذا اللقاء مشاهدينا الكرام، عشان طبعا عايز يدي توجيهاته للاعيبته. وايضا في المعسكر الاحمر معسكر النادي الاهلي ديفيد ديفيز المدير الفني للنادي الاهلي اللي طبعا عنده درايه كبيره بلاعبي نادي الزمالك بحكم ان هو كان المدير الفني السابق لمنتخبنا الوطني الاول لكره اليد، فاكثر من لاعب عارف مميزاته وعارف عيوبه في القلعه البيضاء وفي صفوف نادي الزمالك اللي طبعا بيوصلها للاعبته ويبلغهم كيفيه التعامل معاه. تاني اهو اسلام على شماله زيزو عبد العزيز ايهاب في الجناح، وفي النص بيدافع دلوقتي ابراهيم المصري وعبد الرحمن فيصل في مركز الثلاثه الدفاعي، ونزل احمد الاحمر في الباك رايت اللي راح على نص الملعب، وتغيير في المراكز اهو بينه وبين باركر، وبيحاول حسن وليد ان هو يغير في اتجاهاته ويصوب، لكن دفاع قوي من ابراهيم المصري، ويمكن ظاهر الاحباط على وجه حسن وليد انه مش ناجح. وادي تاني احمد الاحمر بيحاول يعمل خداع ويوصل الكوره من باركر الى الجناح، وزيزو اعاقه وايقاف لمده دقيقتين ورميه جزائيه لصالح نادي الزمالك بيتحصل عليها احمد ابو الفتوح حماصه هيلعبها الجولدن بوي احمد الاحمر. احمد الاحمر في مواجهه عبد الرحمن طه، يا ترى طه ولا الاحمر، احمر ولا طه، ويتصدى عبد الرحمن، لكن بخبره السنين احمد الاحمر يلعب له الكوره على رجله الثابته ويحرز منها الهدف ال 15. 20 الاهلي 15 الزمالك، يمكن الزملاء بس في الاعداد يا ريت لو البروي وصوت الملعب مش واصل عشان يعني التفاعل اللي احنا حاسينه من الجمهور، ومعاها كانت تصويبه من عبد الرحمن فيصل تخترق. شكرا لزملائنا في الاعداد، وفعلا ادي اهو صوت جمهور النادي الاهلي وزائيره، وادي محسن رمضان والتصويبه والهدف ال21 عشان يزيد من آلام وأوجاع نادي الزمالك ويزيد من آمال وأفراح النادي الأهلي وجمهوره زي ما سامعين مع حضراتكم حتى الآن مشاهدينا الكرام. 21 الأهلي 15 الزمالك، حسن وليد، عبد الرحمن طه بتصدي جديد يمنع حسن وليد من الوصول لشباكه، برغم ان حسن شايفين مشاهدينا الكرام يمكن شايط من على الخمسة متر نتيجة الاختراق واستغل الخداع اللي عمله، وعبد الرحمن طه يتصدى للكورة بمنتهى الجسارة. وادي
كان في الإعادة مشاهدينا الكرام تصويبة ومعها الهدف ال 16 لنادي الزمالك، 21 الأهلي، 16 الزمالك، إسلام حسن، وآدي عبد الرحمن فيصل ومحاولة للاختراق ودفاع قوي واعتراضات من الدفاعات الزملكاوية على التحكيم الجزائري، وآدي شايفين خالد وليد بالرغم انه طالع وجايب دراعه من ورا، وادي حماصه وماسكه من التيشيرت من الفانيلا ودفاع في الوجه، وادي اهو اعتراض ما بعد اعتراض وايقاف دقيقتين على حماصه لان فعلا ايده مسكت الفانيلا لعبد الرحمن فيصل وكملت في وجه عبد الرحمن فيصل. وحماصه احمد ابو الفتوح بيحصل على الإيقاف الدقيقتين، ونازل دلوقتي محمد رمضان هتلر الصغير في دفاعات الزملكاوية اللي هيلعب في مركز ثلاثة الدفاعي بجانب خالد وليد. اتلعبت الكورة الفاول والرمية الحرة، ونزل علي زين دلوقتي، ونزل سيسا في الجناح الشمال، وإسلام حسن في صانع لعب، وتغيير مراكز ما بين علي زين وإسلام حسن والخط الخلف، وإسلام والاختراق، وإسلام والمهارات، وإسلام والحركات، ومعاها الهدف ال 22 إسلام حسن كابتن وقائد وصانع ألعاب النادي الأهلي بيحرز الهدف ل 22. مشاهدينا مشاهدي قناة النادي الأهلي وعشاق كرة اليد في كل مكان، واحنا بنلعب في الدقيقة 14 من زمن وأحداث الشوط الثاني، وابتدى دلوقتي مستر ديفيد ديفيدز يلعب 5-1 وعايز يستغل النقص العددي في صفوف نادي الزمالك بخروج سيسا مان تو مان على أحمد الأحمر. حسن وليد بيحاول يخترق المصري وتوصل الكرة إلى شادي ويصوب شادي ومعاها الهدف ال 17 لسه نادي الزمالك ناقص لاعب، وهو في الحالة الدفاعية لأنه طبعا عارفين مشاهدينا الكرام هو ما بيقدرش يطلع حارس المرمى إلا في الحالة الهجومية عشان ما يدافعش، بلاعب ناقص ففي حالة الهجوم بيخرج لاعب وينزل عشان يهاجم 6-6، لكن في الدفاع بيضطر يلعب ناقص لاعب ويصوب إسلام، لكن يتصدى كريم ويعمل أحمد سيسا إعاقة وفاول عشان يمنع الهجمة المرتدة السريعة على الدفاعات الأهلوية. 22 الأهلي 17 الزمالك، بنلعب في الدقيقة 15 ومنتصف الشوط الثاني من اللقاء نهائي السوبر رقم 30 اللي قلنا لحضراتكم إنه أقيمت البطولة 26، ده اللقاء ال 26 هو البطولة رقم 30 أو لقاء نهائي السوبر رقم 30، لكن في 5 مرات البطولة لم تلعب وهي أعوام 2007 و 2000 و2007 و2008 و2009 و2020. تاني أحمد الأحمر لحسن وليد، محسن رمضان حاول محسن ان هو يدافع على حسن لكن حسن حط الكرة في الزاوية البعيدة. علي زين كمل نادي الزمالك دلوقتي وانتهى الإيقاف، محسن رمضان تاني لعلي زين، وعلي في واقع على الأرض وما استلمش الكرة ونزل له على طول الجهاز الطبي للنادي الاهلي. شايفين حضراتكم اهي كان فيها ركبه كده من خالد وليد ورايح علي، مرر الكوره لمحسن رمضان، حاول محسن يلعبها لعلي اهو في الاعاده وهو رايح علي وقع وماسك الخلفيه او الرباط الخلفي للركبه، هنشوف وقف على طول طاقم التحكيم الملعب وان شاء الله علي يقوم سليم.
للاسف واضح ان في اصابه لعلي على مستوى الركبه، وان شاء الله نطمئن من الزملاء في ارض الملعب بالنسبه لعلي واصابته، ويمكن بكل روح رياضيه ايضا. شايفين كريم هنداوي هو اللي كان شايل مع الجهاز الطبي للنادي الاهلي، هو اللي كان شايل علي زين ونزل الجهاز الطبي للنادي الاهلي، وادي يمكن حماله اللاعبين او النقاله عشان ما يبقاش في تحميل على الرجل وهو متشال. الف سلامه يا علي. واحنا لسه كنا بنتكلم على علي وقوه علي ومهارات علي زين، احد ابناء النادي الاهلي والمنتدب حاليا على سبيل الاعاره، والجمهور كله جمهور النادي الاهلي بيؤازر فريقه وما يوقفش ولا سكت عن التشجيع. لسه في انتظار صافره استئناف اللقاء، وادي اشاره من سيدي علي حمدي ويوسف بالخير باستئناف اللقاء، واحنا بنلعب في منتصف الشوط الثاني. مشاهدينا الكرام، سيسا لمحسن رمضان، لاحمد خير، لعبد الرحمن فيصل، لخيري، لرمضان، لفيصل، لخيري تاني، هيحاول يلعب كرة على الدايرة لأحمد عادل، وفي إعاقة من هتلر وإشارة اللعب السلبي، وأدي في إشارة إيه؟ إن باقي تمريرة واحدة. باقي تمريرتين، أدي واحدة، ومحسن رمضانة بينتهز فرصة الهدوء النسبي في دفاعات الزملكاويه، ويحرز على يمين على شمال كريم هنداوي الهدف ال 23. 23 الاهلي، 18 الزمالك، حامل لقب السوبر الافريقي الاخير هو النادي الاهلي، واحدث بطل هو النادي الاهلي، واللي بيمني نفسه ان هو يحصل على تاني سوبر على التوالي، وفي تاني صفاره وايقاف للملعب وعقوبه ايقاف لمده دقيقتين على مين؟ على عبد الرحمن فيصل، نتيجه انه بيشاور اهو الحكم اشاره يوسف بالخير ان كان فيها جذب من الفانيلا من التيشيرت لاعب نادي الزمالك، واداله على طول الايقاف لمده دقيقتين. هنشوف نادي الزمالك هل هيستغل الزيادة العددية في صفوفه، ولا النادي الأهلي بروح النادي الأهلي وروح أبطاله هيبقى لهم رأي تاني. وبالفعل كرة توصل في الجناح إلى أحمد الأحمر اللي يصوب، لكن الدفاع كان قافل عليه، وعبد الرحمن طه قافل له المروة المرمى، حطها أحمد الأحمر في المقص اليمين لكن بره، وترتضم بالقائم والعارضه ويلمها على طول الدفاع الاهلاوي. طلع عبد الرحمن طه ونزل دلوقتي لاعب عشان يلعب كامل هجوميا، وكده المرمى خالي. وطبعا مشاهدينا الكرام عارفين، وزي ما تابعتوا معانا على مدار المباريات الكثير في عبر شاشتنا، ان المرمى خالي والخطأ بيكون غالي. لكن رجع فعلا عبد الرحمن طه الى مرماه، كاستيلو بيحاول يخترق ويحصل على الرميه الجزائيه. 23 الاهلي، 18 الزمالك، احمد الاحمر في مواجهه طه، طه في مواجهه الاحمر، وينجح احمد الاحمر في احراز الهدف ال 19. قل الفارق مشاهدينا الكرام بعد ما كان الفارق 7 اهداف
مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان لصالح النادي الأهلي، قلل الفارق إلى 4 أهداف. وإحنا بنلعب فين؟ بنلعب في الدقيقة 19 من زمن وأحداث الشوط الثاني من اللقاء، نهائي السوبر رقم 30. تاني خيل لخليل لمحسن، تاني نخترق محسن لكن فيها صافرة وفاول عكسي وتتلعب طويلة، حاول يحطها كاتونجا في المرمى الخالي لكن زي ما قلنا على طول الخطأ هيكون غالي، وأيضا خطأ كاتونجا كان غالي بإهداره هدف محقق لصالح نادي الزمالك، ويحافظ عبد الرحمن طه على هدوءه ويلم كورته ويلعب رمية المرمى. وادي ديفيد ديفيز وتوجيهاته لمهاب سعيد اللي واضح ان هو هينزل دلوقتي في الملعب، بيطلع خليل وينزل عبد الرحمن فيصل، خيري وبيطلب من الجناح كاستيلو انه يقطع وينزل على الدايره تاني عشان يقلب الطريقه الى الهجوميه الى 4-2 هجوميه، وكان في دفاع من هتلر، احمد عادل، خيري، وفيها فاول عكسي على احمد عادل. واقع مين اللي واقع؟ تقريبا اللي واقع جيمس باركر الارجنتيني المحترف الارجنتيني، وفي اشاره ايقاف لمده 2 على مين؟ على احمد عادل صانع العاب والعقل المفكر للنادي الاهلي. يلا يا رجاله مش عايزين نقل تاني، اهي الاعاده قدام حضراتكم والصوره ما بتكذبش، كان فيها يعني زي كوع كده اشاره الحكم طبعا هو غير مقصود من احمد عادل على جيمس باركر، وحصل احمد عادل على ايقاف 2 وحصل جيمس باركر على فاول عكسي على المهاجم. وادي ديفيد ديفيز والتوجيهات والتعليمات على طول لفريقه. حسن وليد يصوب، حسن وليد بره الثلاث خشبات تماما على مهله خالص النادي الاهلي، وهيطلع برضه عبد الرحمن طه عشان ينزل خيري. اللعب متوقف مشاهدينا الكرام. هنستأنف اللقاء اهو مع حضراتكم وكلام وحوارات ما بين احمد خيري وما بين عبد الرحمن فيصل، وبيرجعه كابتن سيدي علي حمدي انه يلعب الكره استئناف اللعب من مكان ما وقف اللعب. نلعب في الدقيقه 21 مشاهدينا الكرام. احمد خيري لرمضان على يمينه، على شماله عبد الرحمن فيصل، وتقع الكره من ايد خيري وتبقى يعني كان فيها كده عدم تركيز من خيري وترتد هجمه سريعه لصالح نادي الزمالك. احمد الاحمر يلعبها كره عكسيه الى عمر الوكيل بكار، لكن طه قال له لا تفكر ولا تحتار وما تعملش عليا بكار، اذا كنت انت بكار فانا طه باقتدار، ويمنع الهدف الزملكاوي من الوصول لشباكه. وسيسا بيقطع الكوره ويروح فاست بريك سريع ويحط الهدف ال 24 مشاهدينا الكرام عشان يزيد الفارق الى 5 أهداف لصالح النادي الاهلي، وبيرد احمد الاحمر بالهدف ال20 عشان يقلل الفارق تاني الى 4 أهداف. 4 أهداف لصالح النادي الاهلي، 24 للاهلي 20 الزمالك، اللي الاهلي منذ تقدمه في احداث اللقاء منذ بداية الشوط الاول وحتى الان ناجح في الحفاظ على تقدمه. فيصل بيصوب بره الثلاث خشبات، يلمها كاتونجا على طول يلعبها لشادي، لاحمد الاحمر، لحسن، اخترق وتوغل وتعمق في عمق الدفاعات الاهلاويه يحرز بيها الهدف ال21، قلل الفارق الى 3 أهداف.
اهي الاعاده قدام حضراتكم، اخترق في مركز ثلاثه وصوب واحرز الهدف الواحد وعشرين. 24 الاهلي، 21 الزمالك. اسلام بيطلب تغيير بالمراكز كده والتقاطعات في الخط الخلفي اهو، اسلام لفيصل، لاسلام، فيصل اللي راح في نص الملعب بيطلب منه انه يوصل الكوره في نص الملعب الثاني لرمضانة، رايح رمضانة لاسلام وتيجي في رجل حسن، في رجل حماصه ابو الفتوح، وبيطلب احمد عادل من طاقم التحكيم ان هو مسح ارضيه الملعب عشان ما يحصلش اي انزلاق ولا تزحلق للاعبين على ارضيه الملعب، لان المهم طبعا سلامه اللاعبين زي ما شفنا، وعايزين بس نطمئن على علي زين واصابته عشان ان شاء الله يكمل. وادي فيصل تاني تصويبه، لكن تصدي من كريم هنداوي، مش عايزين نأزم اللقاء يا رجاله، مش عايزين نقلل الفارق. وفعلا حسن وليد اهو بينتفض ويتعمق ويتعملق في الدفاعات الاهلاويه ويحرز الهدف ال 22 لصالح نادي الزمالك، قلل الفارق تماما، بقى فارق هدفين واحنا بنلعب في الدقيقه 24، يعني لسه حوالي 6 دقايق ونص تقريبا على نهايه اللقاء، وقت طويل جدا. مش عايزين النادي الاهلي يقلل من روحه اللي كان بيلعب بيها، ويقلل من حماسه واصراره على الحصول على الكاس الثالثه والثانيه على التوالي. اسلام حسن لخليل لاسلام، وتقع كره من ايد اسلام يلمها حماصه ورايح لاحمر لحماصه ودربلايه وتصدي، ولسوء حظه ان الكوره لسوء حظ عبد الرحمن طه ترتطم بالقائم وترد في ظهر عبد الرحمن طه وتعبر خط المرمى. اهو شايفين حضراتكم جت في القائم وفي ظهر عبد الرحمن طه ودخلت جوه المرمى وطلعت بره تاني، لكن احتسبها على طول طاقم التحكيم وعلى طول قلل الفارق مشاهدينا الكرام الى فارق هدف واحد. 24 الاهلي، 23 الزمالك، وبنلعب في الدقيقه 25 مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. وعلى طول مستر ديفيد ديفيز المدير الفني للنادي الاهلي بيطلب الوقت المستقطع عشان يدي توجيهاته وتعليماته لفرقته، عشان طبعا هو غير راضي على اداء النادي الاهلي في الشوط الثاني والاخطاء اللي ارتكبوها. قدام حضراتكم مشاهدينا الكرام احمد عادل وحديث مع كابتن يوسف بالخير حكم اللقاء في طاقم التحكيم الجزائري. واتلعبت الكوره بعد التايم اوت، الوقت المستقطع اللي طلبه ديفيد ديفيد. وادي جمهور النادي الاهلي ابتدى بقى يصدح ويصرخ ويعلق حاليا، وادي خليل والتصويبه والتصدي من البلوك، ويتابعها كريم هنداوي بتصدي توصل لحماصه ابو الفتوح على احمد الاحمر على مهله تماما لحسن وليد. وادي اهو من بره بقى من دكه البدلاء مطلوب ان النادي الاهلي يرجع لدفاعه زي ما كان بيدافع خلال احداث الشوط الاول واول 10 دقائق من الشوط الثاني. لوكا لحسن وليد اللي حاول يخش ويخترق الدفاعات الأهلوية، لكن رمضانة تاني اتلعبت الرمية الحرة الفاول لصالح نادي الزمالك. أحمد الأحمر لحسن وليد للأحمر، عايز يوصل الكرة لمين؟ لبكر على الدايرة لحسن وليد، لكن طه يشقط الكرة بكل جراءة
يمسك الكرة بكلتا ايديه، يعني مسك الكرة كأنه يعني بيقول له لا هتروح فين. وادي اسلام حسن نزل دلوقتي، وادي فيه كاستيلو كان بيقطع، وايد ماتيو جيرالدا المدير الفني لنادي الزمالك ارتطمت بوجه كاستيلو، وادي اشاره اللعب السلبي. خليل رمضانة والتصويب والهدف، الرجوله تصويبه قويه جدا من الثبات وهو بيجري، ما شافهاش كريم الا وهي في الشبكه بتقول له هدف لصالح النادي الاهلي. 25 الاهلي 23 الزمالك، بنلعب في الدقيقه 27 مشاهدينا في كل مكان. حاول احمد الاحمر انه يخترق، ابراهيم المصري بذكاء بيدافع وياخد الكوره، مفيش جذب للدراع زي ما بيطالب احمد الاحمر. تاني اهو عايز يقلل ويخش، لكن المصري بكل ذكاء بيتغلب على احمد الاحمر. لوكا الاحمر تاني يحاول يلعب على انه هو يحصل على ايقاف دقيقتين لاحد لاعبي النادي، وادي كان فيها قطع من جوه الدايره، فاول على رامي خليل. اتلعبت الكره سريعه لاحمد عادل وعلى مهله خالص عادل وصفاره، وفاول ورميه حره لصالح النادي الاهلي. نلعب في اول الدقيقه 28 مشاهدينا الكرام، يعني تبقي حوالي 3 دقائق الا 10 ثواني كده على نهايه المباراه. وادي جمهور النادي الاهلي على طول، سيسا تقاطعات، خيري يطلب يغير لكن لعب سلبي. رمضانة مضمونة في الشباك الزملكاوية، الهدف 26. صحصح تاني بقى رمضانة واحرز هدفين متتاليين، وحسن وليد بيحاول يمرر الكورة للجناح لكن تطلع الكورة بره، رمية جانب لصالح النادي الاهلي، ويمسك الكرة تاني عبد الرحمن طه وعلى مهله تاني. دقيقتين النادي الاهلي بقى في اسفل سيسا بيغير مراكز، وتقاطعات خيري لعادل، والتصويبه الجميله، التصويبه اللذيذه، التصويبه الاكيده في الشباك الزملكاويه، ومعاها الهدف القذيفه الاهلاويه، الهدف 27 مشاهدينا مشاهدي النادي الاهلي وقناه الاهلي في كل مكان. 27 الاهلي 23 الزمالك، دقيقه 29 يعني متبقي دقيقة و34 ثانية، دقيقة ونص تقريبا. وادي أمينة عاطف كابتن النادي الأهلي لفريق السيدات والمحترفة الكونغولية معاها أيضا بيشجعوا وبيأزروا فرقتهم من المدرجات، استعدادا أيضا للمشاركة في كأس الكؤوس الأفريقية للسيدات. وآدي جمهور النادي الأهلي سامعينه، مهند مجدي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي والأستاذ طارق قنديل، وهنستأنف اللقاء مع حضراتكم. استأنفنا اللقاء بعد نهاية التايم أوت. تاني حسن وليد للوكا، يوصل الكرة للجناح طه بنجاح، لوكا بالجناح وطه بنجاح يتصدى لعمر الوكيل بكار باقتدار. عبد الرحمن طه طلع وقفل ومنع وتصدى ومنع الكرة من الوصول للشباك الأهلاوية، بيرد على كل الأهلاوية بيقول لهم إذا كان حميد مصاب فأنا موجود. رمضانة تصويبة من الثبات بالرغم انها كانت مضمونة لكن بره
الملعب ترتطم بالقائم، وادي طالع عبد الرحمن فيصل حاول يدافع على احمد الاحمر، وبيطالب احمد الاحمر بايقاف دقيقتين او عقوبه على الدفاعات الاهلاويه، وتتقطع الكوره يلمها وحسن قداح ويحرز الهدف ال24 اللي خلاص نقدر نقول دلوقتي مبروك النادي الاهلي اللقب الثالث في تاريخه. وادي سيسا وهيروح ويصوب، ودفع ودفع من حماصه وصفاره وفاول ورميه حره، بيؤكد النادي الاهلي تفوقه على نادي الزمالك هذا الموسم، ومعاها صافره نهايه احداث الشوط الثاني والمباراه. مشاهدينا الكرام، مشاهدي النادي الاهلي في كل مكان، مبروك النادي الاهلي الحصول على كاس السوبر الافريقي للمره الثانيه على التوالي والثالثه في تاريخه. شكرا رجاله النادي الاهلي، التاهل الى السوبر جلوب وكاس العالم للانديه. جمهور النادي الاهلي بيشجع فريقه، مبروك مجلس اداره النادي الاهلي الكابتن محمود الخطيب وكل اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي، مبروك كابتن محمد الغزاوي رئيس اللجنه المنظمه لبطوله كاس السوبر الافريقي وكاس الكؤوس الافريقيه، مبروك رجاله وجهاز النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي، ومبروك الكابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي اللي كان ليه دعم واضح هذا العام لفريق كرة اليد بالنادي الأهلي. مبروك لكل عشاق ومحبي ومتابعي وجماهير النادي الأهلي في كل مكان، شكرا لحضراتكم وشكرا لقناة النادي الأهلي على نقلها هذا اللقاء وهذا البطولة وهذه البطولة وهذا الحدث. شكرا للكابتن هيثم السعيد و استوديو التحليلي وكل الضيوف اللي مشاركين في هذا اللقاء. شكرا متابعينا، وكان معكم معلقكم إيهاب رجب، ومبروك قناة النادي الأهلي. ومرة أخرى يطير الميكروفون إلى الكابتن هيثم السعيد وملوك الصلاة، فإليه الميكروفون.